تتابعونا في نشرتنا أيضا. وزير البشمركة يعلن تعزيز الثقة مع الجيش العراقي ويدعو لفتح باب التجنيد لتجديد الدماء. استقالة وزير الثروات الطبيعية لأسباب صحية. وحكومة الإقليم ملتزمة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها. وشرطة أبوظبي تلقي القبض على 4 أشخاص بحوزتهم آلاف أقراص الكبتاغون. ومن أمام برلمان باكستان عمران خان يمهل السلطة 6 أيام للدعوة لانتخابات مبكرة. ودونباس على صفيح ساخن، والمستشار الألماني واثق من خسارة بوتين في أوكرانيا. والفرعون المصري باق في قلعة الريدز الموسم المقبل.